يقول فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا نصحوا من أحد أن يفعلوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة قالوا ذاك النبي وأولئك الصحابة، فما نصيحتكم لهم؟ نعم، نقول ذاك النبي وأولئك الصحابة، ونحن مأمورون بالاقتداء بهم، نحن مأمورون بالاقتداء بهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. نحن مأمورون بالاقتداء بهم واتباعهم والسير على منهجهم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.